ايوه كويس، بعد ضرب معاه الدوده. فزنا عليه، فزنا عليه اخيرا. الله ياخذك يا كلب، لي كذا يوم وانا احاول افوز عليه، الله ياخذ الزق الكلب. اخيرا اخيرا فزت عليه يا جماعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم العنود أو عنودي اكس او. اليوم يا جماعة راح أكمل اللي وقفت عنده في الحلقة الخامسة من لعبة أموري. فقبل لا نبدأ أتمنى تسعدوني باللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، وصلوا على النبي جميعا. ويلا نبدأ. هذه المنطقة أخذنا منها سكة الحديد، وباقي سكة حديد واحدة نحطها هنا. بس المشكلة كيف؟ أخاف إنه لازم أتواجه مع أحد من الوحوش، يمكن يصير معاه سكة حديد، عرفتوا؟ فما أدري صراحة. طيب خلي بجرب هنا، هل يمديني أنزل؟ أوه يقول أنت تخاف من الغرق. أوه ماي جاد، إيش فيه؟ لحظة ليكون الحين تروح عني فوبيا الغرق. يا رب. يا جماعة خلي بجرب اني اتواجه مع هذا الدب. دقيقة، اوه ماي جاد، بجرب اتواجه معه يمكن منه فايدة. طبعا يا جماعة برضو الدب ما منه اي فايدة. دقيقة لحظة شوي، انا من هنا رحت ولا لا؟ الى هذا المكان ما جيته. يس خدناه، يس خدنا سكة الحديد. أتوقع أن هذه خلاص آخر شيء إذا ماني غلطانة، يعني آخر حبة من سكة الحديد، لأن بس ثنتين اللي مفقودات. كيف فكيت سبرنت؟ أيوة حطها هنا. يا سلام، خلاص كملنا سكة الحديد يا جماعة، الحين نركب العربة. يلا يلا متحمسة تكفون، يا رب تضبط. أي شفتوا؟ لا تستهبلون يا جماعة، مع الضباب ما انتبهت، هنا برضو مفقود سكة حديد. يا ليل، يعني هذا آخر حبة يا مال الخرا. يا جماعة بجرب أجي مع هنا. أيوة والله أني كنت حاسة، أنا قلت يا ربي في مكان ما جيته. أوكي يا جماعة لقينا سكة الحديد آخر وحدة. يلا 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 بسرعة لا نضيع الوقت. يلا يلا عنود بسرعة. يا سلام، خلاص الحين يا جماعة بندخل المنطقة. أنا قلت مستحيل إن الدب يكون الحل، هذه مهمة جانبية ماني فاضيت لها. أوكي نحط سكة الحديد أول بعدين نركب العربة. والله يا جماعة ذا المنطقة غثيثة وكريهة مرة، شفتوا قلت لكم إن البيض ما راح يتكسر إلا بالعربة. اوكي وصلنا منطقة غريبة فيها ورد على البحر، الله يستر. ولا تنسون ان للحين بيزل ما ندري وينه. اوكي دخلنا قلعة. اوكي الله يستر. اوكي عنود تجهزي من الحين، بس قبل ايش نسوي؟ على طول حفظ، دوروا ماري يا جماعة. هلا والله حبيبتي ماري، تعالي. يو لحظة في قصة، ايش السالفة؟ ايه شفتوا للحين يدورونا. يو قاعدين ينادون عليه، يقول هيرو ان شكله بيزل مو بهنا برضو. تقول اوبري ان شوفوا هذه ماري. اخ يا ماري، لا وحطوا الدقة حقتها. يا عمي تراها ميتة، يعني أصلا حتى لو تفكرون فيها يعني بمنطقية، وش ما شاء الله وش ذا السرعة كل شوي تغير مكانها. يا كيوت هيرو يقول أنا كنت خايف، أتوقع يقصد إنه خايف من العناكب يعني. كيوت
ترى يا جماعة هيرو يحب ماري، إذا ما تدرون واضح أصلا إنه يحبها من بداية تختيم أموري، وواضح أصلا إنه هيرو يحبها. أوكي يا جماعة، يعني كانوا يتكلمون عن إنه هيرو يخاف من العناكب وكذا، بس يعني ما في شيء مهم. أوه ماي جاد يا جماعة، تخيلوا خليتهم يأكلون سناك وقاموا يتكلمون زي كل مرة، لكن هالمرة شدني كلام ماري، قالت إن هنا في زي المكتبة الكبيرة وفيها كتب أو يطيح منها كتب شيء زي كذا. قام قال لها هيرو إن من اللي علمك بهالمكان يا ماري؟ قامت إيش قالت؟ قالت إن البعض من الظلال اللي موجودة هنا هي اللي علمتني. أوه ماي جاد، عشان كذا إذا تتذكرون هذاك الظل اللي كنت أحسبه أنا شعر، اللي هو أصلا عبارة عن عين، شكله هذا هو ماري أصلا، أو هذا اللي يمكن تقصده ماري. أوه ماي جاد، تقول إذا ركزت راح تشوفهم أصلا موجودين. What the fuck is that؟ يا جماعة العدو الكريه اللي ما أواطنا، لكن شكله غريب كأنه شبح، ليش كذا؟ أوه ماي جاد يا جماعة، شكله شبح، يما يخوف. أوه ماي جاد، في كذا واحد، إيش في صديق؟ والله واضح إن المكان ما يبشر بالخير، مدام هذولي مندعسين هنا. أوه ماي جاد، مجزرة. أيوة. إيش في؟ شي في الأرض أو تحت الأرض قصدي. أوه شيت، الوضع صار زي دويدة. يا هم لالي، بعذرة ميتين، أتاري الحشرة هذه تتحكم فيهم. الله يشلك الله يشلك يا جماعة، وش ذا الوحش الكريه؟ يعني فوق ما انه كريه يروح يهلث نفسه. ايوه كويس، بعد ضرب معاه الدودة. فزنا عليه اخيرا، الله ياخذك يا كلب، لي كذا يوم وانا احاول افوز عليه، الله ياخذ الزق الكلب، اخيرا اخيرا فزت عليه يا جماعة. والله الله يسعد اللي قال لي اني لازم شو اسمه اني ارفع الليفل حقي. او ماي جاد، والله العظيم تعبت، بس يعني فهمت طريقة القتال معه. حيوان زق كلب. اخيرا يا جماعة. او ماي جاد، ما صدقت على الله، اف لعنة الله عليك يا خرا. اوكي طيب، بس قبل عنود ايش نسوي؟ حفظ يا حبيبي، ما عندي استعداد اخاطر. والله يا جماعه اكون صريحه معاكم، لما كنت ارفع الليفل حقي حق اموري والشله حقتها، كنت اخر وحش تواجهت معه، يعني وحش جانبي، الدب اللي كان عند البحيره. اقسم بالله بدون مبالغة، الدب بالنسبة لي اصعب من ام 44، لان حرفيا ما كان يعطيني فرصة، لكن هذه ام 44 يعني الحمد لله بالنهاية قدرت ادعس عليه. اوكي نزلنا السلم. او ماي جاد، وين نزلنا فيه؟ ايش؟ اوكي ما ادري صراحة ايش مكتوب. اوكي المكان كأني دخلت قلعة، وهذه ماري. لحظة. اوكي هذا الخرا اللي كان مع الوحش اللي سو. اوكي طيب، ار يو هير تو سي؟ اي هذه سويت هارت يا جماعة، نسيت اقول لكم عنها. اوكي من هنا الشو تيكت، صح يا جماعة، تذكرت شيء على طاري التيكت.
وأنا قاعدة شو اسمه أتقاتل مع الوحوش الجانبية زي الأرنب والوحش هذا اللي قدامكم اللي قاعد نكلم الحين، يعني الوحوش التافهة عرفتوا. تذكرت إن محطة القطار يمديني إني أدخلها لأن عندي تيكت، ونسيت إني يعني نسيت إني أروح أدخلها لأن يمكن أكيد في شيء مهم في القطار. فإذا خلصت الحين من المحادثة أبرجع للغابة القديمة اللي عند المكان المعتاد حقنا اللي عند حديقتنا عشان أدخل محطة القطار، أبغى أشوف أكيد فيها شيء مهم يعني. أوكي هذه هي محطة القطار. أيوة شفتوا يا جماعة الطريق أو اللاين صار فاضي. طبعا هذا اللاين حق الليمون أصلا بس أنا ما بيه. هذا يا جماعة تخيلوا هذا أنا ما جيتها، فالحين هذا كلمت راعي التذاكر وخلاص قال لي ادخل المكان. شوف هذا المكان ما دخلت ابدا. You want to board the train? Yes. ليه يكون هذا اختصار للغابات وكذا عشان اصيح وانا على بالي شيء مهم. خلينا نشوف. What the fuck is that? ليش كذا اشكالهم؟ Here is not where the home is. يقول هنا ما في زي اللي مو بهنا بيتك أو شيء زي كذا. أعوذ بالله. أوكي. Oh hello. العيد. شكلها في جلطة الحين تجي أو رعب. الكهرباء طفت. أنا أقول اقعد يا أموري لأن وراك رعب. اوه شت بيبي. بعدين لاحظتوا ان اصدقاء What the fuck is that؟ كأنها عيون. لاحظت ان اموري لاحظت ان اموري هو الوحيد اللي يعني مرة باين، لكن اصدقائه كأنهم صاروا باهتين. هل يمديني اغير؟ اي يمديني بس كذا عشان ارتاح نفسيا. What the fuck is that؟ كلب يا جماعة. الله يفجعك يا كلب يا جماعة. أسف أدري فضخت أذنكم بس قاعدة أحاول إني ما صار، بس والله فجعني حتى طريقة مشي تهم يخوف. What the fuck is that؟ أوكي يا جماعة يعني وش أتواجه معه؟ بدل لاحظتوا شيء، كلهم خايفين مرة ما عدا أموري مروق المانجا. أنا أقول أعطيه واحد موك أدعس شكله. يو ما يمديني. الظاهر إذا كانوا خايفين ما يمديني أستخدم مهاراتهم أعتقد. اوه ماي جاد قاعد يقول العنود. طبعا هو المفروض اني اكتب اموري لكن انا ثورة يعني انتم عارفين هالشيء. اوكي دعسته نايس. يا جماعة والله يخوف شكله بدون مبالغة كذا غريب. الساوند تراك الحالة يخليني ارتاع. ليه قاعد ينادي زي اللي يقول أموري أموري أموري. تهجون يبغانا نسمعه يعني ما يبغانا نتواجه معه ولا إيش؟ ماني فاهمة صراحة. والله يا جماعة شكلها غلطة عمري إني دخلت القطار. أيوة أيام. ليه يا جماعة الوحش قاعد يعتذر يقول أنا آسف يا أموري. ليه يكون هذا يمثل ماري ولا شيء؟ الله يستر وانا قاعده ادعس فيه من اليوم. اوكي وصلنا لمحطه اسمها اورنج، ما ادري ايش معنى الكلمه الثانيه. اوكي طيب اوكي وصلنا للمحطه خلاص يمدينا ننزل. الله محطه جديده حبيت مرة كيوت. لا أجل زين إن غيرنا يعني زين ركبنا القطار. أدري إن انفجعت شوي لكن مرة كيوت المنطقة كأنها صحراء عربية. إيه يا جماعة إلا شوف حتى في حاطين علامة أهرامات.
يعني كأنها كذا، كأنها زي الحضارة المصرية. أوكي شكلها فيها أشياء الدنيا. الله شوف يا جماعة، ده الأموجي، إيموجي قصدي. طبعا نستكشف المنطقة بعدين، إذا شفت فيها شيء مهم راح أكمل فيها، إذا ما فيها شيء مهم راح أرجع للمكان هذاك اللي خدنا من اللي عطيناهم التذاكر عشان أبوري. أتوقع يا جماعة الشو من هنا، من هذه البوابة. أي إلا كنت حاسة والله في حضور، لكن الحضور كلهم من الأعداء الكريهين. أوكي حنا في المقدمة مكاننا. أيوة أيوة يلا قعد. أوكي الظاهر هذه يا جماعة سويت هارت اللي راح تغني وكذا، صح؟ نايس يا النظارة. أوكي أي يا جماعة سويت هارت صح علي. شت يا جماعة هذا في الحلقة الثانية الظاهر بدي أقول دعسناه اللي هو زعيمهم. أوه ماي جاد، لو يدرون إن حنا اللي قاتليهم كان دعسونا. أيوة اللي هي سويت هارت صح؟ ايش صار؟ في شيء خرب. توه بيقول سويت هارت. ايش السالفة؟ Now what we do we do I have. اوكي Oh my god ايش فيهم قاعد يقولون help. اوكي شكلها في شيء صاير يا جماعة، لان اللي تو ليش تفحم. طيب والله بنساعدكم، بس المشكلة وين نروح؟ اوه شت جنريتر يبغون يشغلون، يعني الكهرباء انقطعت بس. ايوه هذا هو الجنريتر، احد فاك الفيش. ارجع ركبه. ياي سويناها. رجعت الاضاءه. انا على بالي صار شيء طلع الموضوع بس الكهرباء طافيه. شو السالفه؟ someone help I am in need of handsome. الله يقول ابغى واحد وسيم وجنتلمان، ومين طبعا راح يجي في بالنا؟ هيرو صح. من هيرو صح؟ والله اللي كنت حاله، والله اللي كنت حاسه انه راح يختاره. اوبر تقول لازم ناظر العرض. يا اخي وش ذا الاصوات؟ اوه ماي جاد ايش فيه؟ يا ربي يا جماعة ذا تو تفحم بسبب الكهرباء
وعلى طول حط صورته. اوه ماي جاد مسكين. تقول صدق يستاهل، والله انه كريه، دائما في الحلقات اللي قبل كان يسد علي الطريق. والله ضحكوني. اوكي هيرو احلى واحد، ايش فيك انا مستحي؟ ايش فيك؟ ايش فيه هيرو؟ اوكي الحين بيقولون سويت هارت. يلا يا اخي طولتوها في قصيرة. الله هذه هي جت. بوت قاعد تضحك. الحيوانة قاعد تسب. اوكي يا جماعه الظاهر بتصير تسالنا اسئله وكذا، وزي اللي اعتقد بتختار واحد فينا. Oh my god what the hell وش هذولي؟ اح شلو ظهر انه ما جاوب عليها بالجواب اللي يمكن يتبيه. شوف الحيوانة ما عجبها الوضع، قالت يلا خذوه نحاش. باقي هيرو خذوه. اوكي الله يستر منها لا يكون نتواجه معها. بس اوكي الحين تجي عند هيرو. الظاهر يا جماعة معنى السؤال اللي كانت تطرحه كل شوي على المتسابقين الأول والثاني، إنه زي اللي تعطي حياتك، أو زي اللي تقضي حياتك كلها، يعني الظاهر أسوي شيء لها يعني يمكن. يقول لها لا انه ما راح اسوي هالشيء اللي تو كانوا كلهم يقولون ايه. الله قامت قالت ان هل السويت هارت جسمه وقعت في الحب. الله 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 يقول هذا هو القدر. فحتى ما كمل جوابها قام قالت وش اسمك؟ عطوا خقس عليه. اوه ماي جاد قالت اوه ماي جاد قالت الحراسة ان انا خلاص اخترت اللي ابيه وتعالوا خذوه. اوه شيت شكله بنتواجه معهم يمكن. قاعد يقول يلا ان هل راح يتزوج سويت هارت؟ يا اخي ذي مرة ماخذة مقلب في نفسها. اي ما يبغى يتزوجها. اوه شت شوف وجهها تغير. العيد يا هيرو. ايش بالحيوان تقول هل انت تجرأ على ايش؟ زي اللي انه يعني زي اللي ما تبغى تتزوجني وكذا. يقول الكل يحبني. هل تسمعني ان الكل يحبني؟ طيب يوم ان الكل يحبس خلاص فكيني من شرس. اي يا جماعة هذا المكان اللي اسمه ذا
دينجون زي السجن وكذا، حتى تو كيل كان يقول انه ما يبغى يروح له. يلا يلا بنتواجه معهم، يلا 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 يا اخي لا تطولون هوي القصيره، خلصونا تواجهوا معهم. God. يلا وقت الدعس، يو حطونا في السجن، خذونا كلنا. يقول انا اسف ان هذه غلطتي. لا مو غلطتك يا عمرو، ايش دخلك؟ من الاساس الغلطه الكبرى على مين؟ على ابري البثرة اللي تبي قاعد تروح ذا للمكان ذا. شوف الحيوة قاعد تضحك، ولا هذا الكلب اللي كان يقول هيرو أبغاك. الحيوانة هذه روزا يا جماعة، عرفتوها الكلبة اللي كانت ماخذة شيء مننا وكنا نبيه، وبعدين يوم تواجهنا معاها جاها زي الجليتش إذا تتذكرون، الكلبة اللي حطتنا بذا الموقف الزق. اوكي في حراس، اتوقع اني ابوري يمكن انا معاها عصا. يلا مو مشكله نتواجه مع الورع. يا جماعه كلها في عيون هنا. شت اوكي هذه المهمه لكل، معلش نسيت وين كل. تعال حبيبي، ايوه ايش سوينا؟ اوه يلا يلا امشي بتواجه معك يا ورع. تمام يا جماعه ذبحنا الخرا. اوكي ايه صح، عبري تعالي، اكيد هنا في لوت. نايس اوكي هذه مقفلة، هذه مقفلة ولا لا؟ لا مفتوحة. اوكي سلم، هذه روزة صح الخرا. يو ما يمدينا، ايش قال ماري؟ كيوت تضغطت لنا هذا، كيوت يا اخي. الله يعافيس يا جماعه، شوفوا حطت لنا الهيلث والجوس، ايش بيكلز اللي هو مخلل، هذا نعشق المخلل مره. تمام الله يعافيس. يلا وايش بعدها نسوي؟ نحفظ. يا جماعة للأسف ما يمدينا، ماري بس افتحت لنا حق الحفظ يعني عشان نحفظ عندها وكذا، فايش معناته نرجع فوق. يا هم لالي، بسرعة 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 ما نخلق تواجه. في هنا غرف لازم أدخلها مقفلة، وهذه عندها أشواك ما يمدين، لازم هذه نضربها بس كيف الله أعلم. استنى مسكرة، هذي اوكي. يا اخي ابري هو تضرب كيوت. اوكي اي قاعدين هذول السجناء قاعدين يتكلمون يقولون ان ما في احد قد هرب من المكان هذا اللي اسمه دينجون او السجن. اقول بس ايوه اوكي ما يمدينا، يعني الوضع في بعض المناطق لازم. هذه روزا؟ لا هذه سجينة لانها تشبهها لابسة في يونكا. اوكي هذه هربت
بس إن الكلبة واقفة عند هذا ما نقدر نضربه اللي هو الزر، فقالت إن أنا هربت من السجن لكن أبغى ألقى مخرج، وزي اللي ما راح توخر من مكانها الظاهر. أيوة أوه ماي جاد، سوينا لها أوكي، شكلها فجرنا أبوها لأن الحيوان سد علينا. أيوة أخيرا أوكي، الله يستر وش فيه هنا. وصلنا خلاص ظهر البوابة. اوكي حبيت الفكرة. طب هنا ايش فيه؟ العقل بكسر هذولي، لازم نستغل الوضع. ها شفتوا جتني عملة الحين، 40 عملة. ايش فيه؟ اوكي الاكزيت. هو قاعد يقول إنه ما عاد أبي أشوف الكائنات هذه اللي كأنهم نبتات مرة ثانية في حياتي. خيراً اف. أوكي. شت. دخلنا منطقتها. هي قاعدة فوق. هذه غرفتها. أوكي. لا احنا طلعنا من المكان ذا. معليش يا جماعه انا ما ادري فين نسيت، احنا الحين دخلنا على منطقتها. اوه ماي جاد لبس قناع. والله ذكي. يوم أننا تواجهنا مع أم 44 الكريهة، جانا تروفي أو زي جاني، يعني جاني زي المكافأة من الوحش هذا، أن أخذ عد كذا كم ماسك على شكل هذه النبتات، فعشان كذا الحين هيرو لبسها. ذكي، حبيت الفكرة. عشان ما يأذوننا يا جماعة، خلاص يعني ما نتواجه معاهم ولا شيء. في زي ازدحام او كنفان. يقول هيرو انه لازم نرجع هنا بعد ما تخف الزحمة وكذا، يعني في وقت ثاني. يا جماعة هذه قاعة سينما، اجي خلي بروح من هنا. هذا مكان جديد. واو رجعنا للسجن، الله يستر. يا جماعة صوتها همس، الله يستر. اوه ماي جاد وات ذا فك، وش ذا؟ هذا حارس القلعة. You are brave to speak to me. يقول أنتم زي اللي شجعان أنكم تكلمتوا معي. يقول أن سويت هارت جت لما من وقت طويل، أن هي بنت مسكينة من الصحراء and توسلت، يعني قعدت على ركبها وتوسلت لي ان تخلي المكان هذا زي لها، يعني الظاهر يمكن القلعة حقتها قبل ما كانت قلعة، يمكن توقع على قصده. اي انه يقول انا اعطيتها الشيء اللي هي تبي. اي يا جماعة فيعني سوالها القلعة هذه وخلاها غنية. اوكي يا جماعة الظاهر ان هذا يعني زي اللي يحتاج ناس كذا، فهو قاعد يتكلم الحين ويقول ان انا متأكد انه في وقت قريب انها هي راح تلقى مكان جديد وراح تتركني، فأنا راح أضطر إني أدور على يعني زي مالك جديد.
انه بدالها وكذا اسوي له الشيء اللي يبغاه. اوكي نايس. يقول اذا الظاهر بمعنى الكلام اللي فهمته انا انه اذا هي سحبت عليه ويعني خلاص لقت مثلا مكان ثاني ان حنا نجي عشان يساعدنا شيء زي كذا، فهو لانه هو قاعد يقول at that time return to me، انه زي اللي ارجعوا لي. لحظة خليه يروح ذا الخرا. المشكلة الحين شو الخطة يا جماعة؟ اوكي اوكي هذا اسانسير يا جماعة بس ما في شيء. اوكي اختار الدور اللي ابيه يا جماعة. كأن الاسانسير له عيون. اي والله عيون. بسم الله. ايوه رحنا الدور الثاني. اوكي غرفة نومها وحاطة سبيس بوي. والله انا سبيس بوي ما ادري كيف حبها مليغة. تقول لنا ان هم النباتات هذول لهم اسماء معينة، فحنا النوع حقنا زي اللي قالت ممنوع انكم تدخلون هنا، بعدين غيرت رايها وقالت انه يمكن تساعدوني في شغلة يعني. اوح قالت قامت ردت قالت اسمها كاستيلا الظاهر. تقول أبوري ان اول مرة انا اسمع الاسم لان اسم غريب بالنسبة للكائنات هذه، ان الظاهر ان ما لهم اسماء يعني. اوكي كسرت المجسم لانه هو ما عاد صار يعني يحبها وكذا. اي شفتوا هي تبي مساعدتنا لان اوريدي كانت تبي تشيل المجسم. اوكي بتنظف هي الحين. ايوه او ماي جاد. يقول انتم امبوستر. I know what you are and you are not. Oh my god. Oh shit. دعسنا. اوكي حبايبي الى هنا كفاية. اتوقع مرة يعني لعبت واجد وتعبت. واضح ان المرحلة اللي مقبلين عليها يعني فيها اشياء الدنيا وراح نطول فيها يعني بما انها قلعة وكذا. وشي ثاني اللي كنت بقوله يا جماعة، طولت مدة هالحلقة هذه عشان اتأخرت عليكم بالتنزيل، فقلت اني اكافئكم واخليها طويلة شوي، مع اني انا قايلة اني ابغى اخليها في العشرينات، ما بيخليها في الخمسين ولا في الاربعين عشان ما تطفشون وكذا. وفي شيء ثاني، في شيء ثالث بقوله بعد مهم مره. انا قلت هذا الشيء في المنتدى لكن بعضكم يمكن ما انتبه. اذا نزلت لعبه ريزنت ايفل 4 ريميك راح اوقف تختيم اموري لفتره شوي، يعني مو فتره طويله يعني قصيره، لان لعبه اموري انا شفت المده الباقيه منها اللي توني ما وصلت لها، بس بدون ما احرق على نفسي، وباقي لي واجد مره يعني. فيعني مدة تختيمها 26 ساعة مرة طويلة بزيادة، مع ان الالعاب اللي كذا اشوف كافي عليها انها تكون مدتها 6 ساعات 5 ساعات ويخب يعني مرة واجد يعني. اشوف الساعات اللي كذا مرة كثير عليها. وايش بعد كنت بقول يا ربي؟ ايه فيعني عشان لعبة عمري مرة طويلة يعني يمكن حتى توصل ل 30 حلقة يعني بدون مبالغة.
وأنا قاعدة أحاول بقدر الإمكان إني أختصر بشكل مرة كبير، أختصر وأجيب الزبدة، ما بي أطولها وهي قصيرة، لأن محادثاتهم وحواراتهم مرة يعني مملة، فأنا حتى أنا صرت أسكب بعض الأشياء إذا ما كان في شيء مهم. وقبل لا ننهي حلقة اليوم، أتمنى تسعدوني باللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة، أشوفكم بإذن الله في الحلقة السابعة.